اثنين، أنا اليوم الحج الشعبي الذي يثير حفيظة الآخر بشكل قد يكون يضاهي وجود القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية. أقول بأنه الحج الشعبي هو جزء من المنظومة الأمنية، ويأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة، وهو جزء من العمليات العسكرية التي قام بها الحج الشعبي، هي بأمر القائد العام للقوات المسلحة، وهو أيضا من المنظومة الأمنية. فأنا يعني ليش أعزل سيدي الكريم، ليش أعزل هذه القوات التي تمرست في هذه المعارك مع عصابات داعش، ما محتاجها، واستطاعت ان ما تحتاج، شلون ما تحتاج وهي الخلايا النائمه؟ لا يعني انا 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 اذا عندي خطر، اذا عندي خطر بعد ما طلع التحالف الدولي، ليش اطلعهم؟ ابقيهم. زين هسه انا يعني ليش ابحث عن الصعب وما عن السهل اللي بين ايدي؟ قوات ماسكه الارض، هسه الخلايا النائمه هسه لو تحلف بكل القرائن من من النبي محمد صلى الله عليه واله الى هذه اللحظه، تحلف بانه هذه المناطق ما بها خلايا نائمه، ما حد يصدقك سيدي الكريم. طيب هذه متاكد هاي المعلومه؟ اذا عندك شيء معلومه قدمها للاجهزه الامنيه حتى يروحون يجففوها. هذه ما دام هذه المناطق كانت فيها ارهاب، عشان ما اتهم المواطنين، بس هاي المناطق كان بها ارهاب، بها حواضن، بها الناس، هذا تهمه للناس.